خلينا نبدا اول شيء برولات المسخن. بدنا اول شيء نحمي الطنجره، نحط كميه جيده من زيت الزيتون، وبعد ما يحمى الزيت شوي مش كتير بننزل عليه البصل المفروم ناعم. خلينا ننزل البصل. هلأ بنخلي البصل يعني فترة منيحة على النار، لازم يتدبل، يعني بطل فيه قرشة، لازم يكون طري طري شوي. هلأ بنستنى عليه. وهون عبين ما يبدأ يحمى ويتحمر رح أقولكم شو عملت بالجاج. الجاج طبعاً سلقته سلق عادي، يفضل إنه يكون مسلوق. في ناس حيقولوا لي بصير نقليه تقلاي، ممكن تقليه تقلاي، بس هو أطيب يكون مسلوق. وبعدين نسلته أو فسخته زي ما هو، قسمته بهاي الطريقة زي ما بتحب، بهاي الطريقة حتى يكون اللقم صغيرة لما بتعضي أو بتاكل رول المسخن ما يكون فيه قطع كتير كبيرة. هلا طبعا اكيد نستعمل السماء. هلا السماء يفضل يكون بلدي، والبلدي على فكره ما بيكون مصبوغ، المصبوغ هو مش البلدي، فمفروض انه يكون بلدي. عندنا هون صنوبر مقلي، مش مفروض يتدخل اي نوع بهارات للمسخن غير السماء والملح والفلفل، بس انا بحط رشه كمون بسيطه عشان نفخه البصل، بحط شوي بسيطه يعني كميه لا تذكر من البهارات، برضه بتزكيها كثير. هلا بالنسبه للخبز، اكيد خبز الشراك. هلا بفضل انا طبعا اذا لقيته هذا النوع، هذا النوع هو شراك بس شراك القمح، هذا كثير طيب وعلى فكره بيعلك اقل من الشراك الابيض. شو عملت فيه انا؟ خليني بس اوطي شوي على البصل حتى ما ينحرق، مهم جدا انه يطرى بس ما ينحرق. هلا الخبز الشراك جبت الرغيف زي ما هو، اول شيء شلت الحفايف تبعونه لانهم بيكونوا شوي اقسى من باقي الخبز، وبعدين قسمت كل دائرة يعني 8 قطع، يعني أول إشي أرباع ربع، وكل ربع قسمته 2 حتى تكون عندنا بهاي بهذا الحجم، يعني لأنها إذا أكبر من هيك بتطلع كتير كبيرة. هاي بلاقيها أنا أنسب حجم لرولات المسخن، اللي هي إذا كل رغيف مشيولة حوافه وبعدين متقطع 8 قطع، 8 مثلثات. طيب خلينا نحط الخبز على جنب ونشيل البصل. خلاص هلا زي ما قلت لكم بنضلنا نقلبه على نار خفيفه، ما مش لازم تكون عاليه كثير، لحديت ما يتدبل معانا ويعني يصير شفاف شوي. اذا نزل عليه بعدين الدجاج والسماء والكمون مع البهارات واكيد الصنوبر المقلي. هذا هاي هي بس المكونات، طبعا بالاضافه للملح والفلفل كميه بسيطه. هلا بنبدا ننزل كميه الدجاج اللي عندنا، بنحركها منيح مع البصل وزيت الزيتون. هلا رح احط البهارات والكمون واخر شيء السماء، بتلكم كميه بسيطه بس بتعطي نكهه كثير طيبه. هلا السماء حسب الرغبه، بتحبوا معلقتين معلقه قد ما بتحبوا، انا بلاقي معلقتين كبار لهي الكميه مناسبه. اخر شيء بنحط الملح والفلفل الاسود. برضه بدكم تراعوا انه السماء فيه حموضه وملوحه فمش كميه كثير كبيره. بجربوه مع رشه الكمون ومع رشه صغيره من البهارات كثير كمان بيعطي طعمه طيبه ونكهه اطيب للجاج. بنطفي النار وبنضيف الصنوبر. بدي ابدا الف فيهم. خلينا نجيب الصحن هذا، بنحط طبعا الشقه العريضه من عندنا، نجيب معلقه صغار.
تقريبا ما يقارب معلقتين كبار من الخلطة. بعدين بنلفهم من الشقتين بهذه الطريقة، عشان هيك بقول لكم انه حاولوا زغروهم لانه بيطلع شكلهم كثير ارتب باللف. يعني اذا كنتوا عاملينهم يعني اتمان بيطلع كثير شكل الرول ارتب. ما يكون اي اذا فيه خزوق ما بنستعمله، بنستعمله لشيء ثاني بس مش تلف. كمان حلوين عملوا على طريقة السمبوسك، إن نقصهم على شكل شراك، شكل يعني شرايط طويلة ونعملهم على شكل السمبوسك، كمان طيبين. بس هاي الطريقة متعارف عليها أكيد أكتر. المفروض انه بفرشايه ادهنهم بالزيت، بس فرشايتي مش معي فرح البس كفه وادهنهم بالزيت بايدي حتى نحمصهم يعطيهم لون حلو. هلا هذا الزيت رح يساعد انه يخليهم يتحمصوا شوي اسرع. خلينا ندخلهم على الفرن 3 دقائق بعدين بنطولهم بنقدم لكم اياهم. طبعا الخبز اللي بيزيد عنا لازم راسا نغطيه لانه خبز الشراك كثير بنشف بسرعه. ترجعوه على الكيس حتى ما ينشف. هلا رح افرجيكم قد ايه بسرعه رح يكونوا اخذوا لون. هم يعني ما بتحسهم اخذوا لون لانه اصلا الشراك اسمر، بس بال يعني لما تعضوا عليهم بيكونوا بيقرمشوا. هلا البندوره بس للتزيين عشان ما يكون شكل الصحن هيك ما إله لون، عشان هم كتير الخبز لونه بني. رح نقدمه بهذا الطبق. خلينا نشوف شو صار بالمسخن. ندير بالنا لأنه بيكون سخن كتير. أو نقدر نحطه بهاي الطريقة أحلى.
ما رح أزينه لأنه حرام. نضوع قيمته للصحن حلاوته. هيك رولات المسخن صاروا جاهزين.